ايه هو البي ام ار؟ السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا رب تكونوا بخير. معاكم عمرو شعراوي. كان في بعض النقاشات مع حد في الكومنتات قال لي ان الناس انت بتشرح حاجات علمية او حاجات الناس مش فاهمها، فعاوزين نبسط اكتر. فان شاء الله هنبدأ نعمل السلسلة دي، هنبدأ نشوف كل المصطلحات اللي في التغذية او التمرين، نبدأ نجيب المصطلح ونبدأ نشرحها، عشان بحيث بعد كده في الفيديوهات الكبيرة وانا بشرح مثلا حاجة كبيرة فمجمع بين اكتر من مصطلح تبقى الناس فاهمة انا بقول ايه. النهاردة هنبدأ نتكلم على البي ام ار اللي هو البيزل ميتابوليك ريت، اللي هو معدل الحرق. معدل الحرق بينقسم فيه حاجات جواه كتير جدا، بس احنا النهارده هنتكلم على البيزل اللي هو ايه، معدل الحرق بتاعك اللي انت بدون ما تعمل اي مجهود خالص في نفس الوقت اللي جسمك محتاجه بيحرقه يوميا، اكنك لو انت قاعد على السرير ما اتحركتش خالص، لان جسمك محتاج يعمل عمليات حيويه جوه الى التنفس الى اخره. فالعمليات الحيويه دي كلها بتحرق طاقه وبتحرق سعرات حراريه. اول حاجه نبدأ نتكلم عنها في الفيديو اللي هو المعدل الحرق دوت، هل فعلا ده صح ولا غلط وبيتجاب ازاي. لو انت مسكت مثلا اي ورقة انبادي زي دي هتلاقي في الاخر هنا البي ام ار مكتوب لك، مثلا عندي مكتوب 1770. لو انت مثلا دخلت على اي موقع بيحسبه اديني سنك وزنك طولك وفي الاخر هديك البي ام ار التقريبي بتاعك. طيب هل البي ام ار دوت حاجة صح 100%؟ لا، بس هو تقريبي. ليه؟ لانه بيعتمد في الجسم على اعتماد الفيزيائي بس، انا باخد سنك طولك وزنك وادخله لك. طيب انا النهاردة لو اخدت اتنين زي بعض نفس الاتنين، بس واحد نسبة الدهون عنده مثلا 30% نفس الوزن، واحد تاني نسبة الدهون 10% نفس الوزن، معدل الحرق بتاع ده غير معدل الحرق بتاع ده. بس لو دخلناه على المعادلة اللي بتحسبه فيزيائيا اللي هي بالارقام هنلاقي ان الاتنين بيقول لنا ان معدل الحرق واحد. فايه افضل حاجة؟ انك بتجرب. تاني مثال برضو عشان نوضح اكتر، لو انت شخص رفيع، الناس اللي معدل الحرق بتاعها مرتفع جدا هتلاقيه بيقول لك انت مثلا معدل الحرق بتاعك 1500 او 1800. لو انت اصلا عاوز تزود فتاكل مثلا 2500 هتلاقيك بتاكل 2500 وبتخس، يبقى ده معنى لا، انت جسمك هنا الكيمياء الحيويه في جسمك بتستهلك الكربوهيدرات او بتستهلك الاكل بطريقه كويسه جدا، في نفس الوقت هنا انت معدل الحرق بتاعك عالي جدا. فعشان كده نرجع تاني نقول ان البي ام ار هو معدل الحرق بتاعك الثابت بدون اي مجهود بتطلعه على ورقه الانبادي او اللي انت بتعملها في الصيدليه او اي موقع، هو بيحسبها لك بالمعادلات الرقميه. ده بيكون تقريبي مش اساسي. طيب انا اعمل ايه؟ انت في الاول بتبدا تجرب. انا عن نفسي مثلا جربت، والله قال لي انت بتحرق 1800 سعر. طيب خلاص، لو انا بزود 1000 سعر عشان بلعب رياضه كل يوم مثلا ساعه ونص ساعتين، خلاص يبقى انا لو عاوز اخس مثلا كيلو دهون في الاسبوع هاكل 1800 سعر. بتبدا تجرب، والله ايه ده انا اكلت 1800 سعر خسيت 2 3 كيلو في الاول اسبوع الى اسبوعين، بيبقى نسبه المياه نازله كميه كبيره شويه مع الدهون. بس هل انت تعرف انت خسرت بالظبط قد ايه مياه وقد ايه دهون؟ دي صعبه. حتى المقاسات انا ممكن النهارده يبقى انا واقع في حاله اسمها الوش افكت، اللي هي الدهون الخلايا الدهنيه مخزنه جواها ميه، اجي اقيس مقاس الوسطى ليه قاس قال لي مثلا 6 7 سم، هل من المعقول ان انا في كيلو اخس 4 5 كيلو دهون؟ لا، هو كان ممكن يبقى فيه شويه ميه داخل خلايا الدهنيه ظاهره على الانبادي اللي هي دهون. يبقى كده انت البي ام ار تقريبي، بمعنى انك بتجرب وتشوف. انا النهارده خلاص هبدا احسب سعراتي، والله بدات احسب، جه قال لي لو انت عاوز تخس كيلو دهون في الاسبوع هتاكل 1000 ونص سعر، خلاص بدات اكل 1000 ونص سعر، بقيت بخس كويس جدا وفي نفس الوقت شبعان، يبقى ليه ما كملش على نفس السعرات؟ لا كمل عادي خالص. طيب جيت اكل 1000 ونص خسيت كتير بس في نفس الوقت جعان قوي، باكل بالليل بزود بالليل طبق سلطه واشرب كوبايه ميه ومش بسهر وفي نفس الوقت في جوع، لا ده معناه كده ان معدل الحرق بتاعك ده مش مظبوط، ده قليل جدا، محتاج انك تبدا ترفع الاكل. خلاص هبدا ازود كميه البروتين عشان ابدا اشبع اكتر، لا برضو في جوع شويه، ممكن ابدا ازود الكربوهيدرات بس الكربوهيدرات النظيفه الصحيه وهكذا. البي ام ار انا ببدا اشوفه وابدا اجرب كل اسبوع، عشان كده دايما في المتابعه بقول للناس اول اسبوع اسبوعين ما تحاولش تبوظ خالص، التزام تام. ليه؟ انا النهارده عاوز اشوف استجابه جسمك، بناء على استجابه جسمك دي من الخبره عندي هبدا اقول لك خلاص احنا انا فهمت السايكل الجاي كله خلال الست شهور او السنه او ال 12 اسبوع احنا هنمشي ازاي. انت بتجرب بتشوف هل معدل الحرق ده مناسب ليك؟ اه انا بخسر عليه دهون وفي نفس الوقت مستريح عليه نفسيا، عشان اوعى تخلي الدايت يسبب لك اكتئاب، يبقى ده مش دايت، ده كده بيموتك ولما تخس هترجع تزيد تاني. يبقى انا اول حاجه كده في الدايت، تعالى كده نبسطهم اكتر. في
انا دلوقتي خلاص حسبت سعراتي، عاوز اعرف اذا كان السعرات دي مناسبه ليا ولا لا. اول حاجه ببص عليها الطبيعي اللي هو بيخسرني دهون ووزن ومقاسات ولا لا. طيب بيخسرني دهون ومقاسات، دي اهم حاجه، الوزن بعدين مش مشكله. طيب خسرني تمام، اجي انتقل الى النقطه الثانيه، هل النظام دوت بيريحني نفسيا؟ اه بيريحني نفسيا وحاسس ان انا مش في دايت. ننتقل للنقطة الثالثة، هل الأكل دوت أكل صحي ولا لأ؟ لو الأكل مش صحي يبقى حاول إن أنا أبدأ أظبط أدخل الأكل الصحي. طيب أنا محتاج سكريات، ده ليه ما أدخل قطعة شوكليت، ما أدخل مثلا صباع موز أو 100 جرام موز، 200 جرام تفاح يديني نفس السكريات اللي أنا عاوزها وفي نفس الوقت سكريات طبيعية صحية وهكذا. فأنت بتبدأ تشوف إيه المناسب ليك وبتبدأ تجرب، مفيش حاجة ثابتة، مفيش حاجة اسمها اللي أنا أجي أقول لك أحسب لك معدل الحرق بتاعك بشوية ورق، بشوية قصدي معادلات واقول لك هو ده. واكبر مثال على كده، انت انا النهارده وزني 120 كيلو، خلاص احسبها بالورقه وقلم، انا هاكل 2000 سعره وبعدها ابدا اقلل 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 لغايه 1500 سعره في خلال اسبوع. لو انت حرقت 7000 سعره هتخسر كيلو دهون، يبقى انا كده حسبت خلاص انا هخسر 60 كيلو في خلال 5 شهور. هل على الارض الواقع انت بتخسر 60 كيلو في 5 شهور؟ لا طبعا، ده انت هتلاقيك بتعمل دايت بريك وبتعمل ريفيد. ليه احنا بنعمل ريفيد؟ ليه بنضطر ان احنا بنبدا نزود الكربوهيدرات في اوقات، وليه بنضطر ان احنا نبدا نزود الدهون في اوقات، الدهون الصحية؟ ليه؟ لان جسمك بجانب الفيزياء بتاعته اللي هو المعادلات دي لازم تراعي الكيمياء الحيوية بتاعت الجسم. عشان كده انت لو انت فضلت ماشي على عضلات مثلا فترة كبيرة مع انك مقلل سعراتك بتلاقي جسمك ثبت وممكن يحبس مية، وممكن تلاقيك لو زودت كمية اكل قليلة جدا بتزيد بسرعة جدا. عكس لو انت مثلا ماشي كل فترة بتعمل دايت بريكس، بتعمل ريفيد، ماشي صح، عارف انت بتعمل ايه، هتلاقي جسمك بيبدأ، انت طبيعي لما تبدأ تقل الهرمونات جسمك بتبدأ تتلخبط، فبيبدأ عندك هرمونات معينه تبدا تقل. فانا محتاج اعمل دايت بريكس، محتاج اعمل ريفيد، هعمل ريفيد هنا اظبط الهرمونات اقللها تاني، ما انا بخس فهي بتقل، الهرمونات بتقل، طب انا عاوز اظبطها، اعمل ريفيد دايت بريك اطلعها متساوي اقل تاني الهرمونات اقللها وهكذا. انت بتفضل تلعب في السايكل دي كلها عشان تبدا تثبت او تبدا تعرف ازاي توصل لهدفك بكل سهوله ويسر. وبكده احنا شرحنا ايه هو البي ام ار. بكل بساطه هو معادله حسابيه بتقول لك سعرات جسمك الحراريه اللي انت محتاجها بدون ما تبذل اي طاقه، في نفس الوقت السعرات دي غير دقيقة بس هي يعني نقدر نقول مؤشر انت بتبدأ تمشي عليه وبتبدأ تجرب بنفسك عشان تحكم. يا رب تكون استفدت من الفيديو. لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل خاصية الجرس، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. في رعاية الله، السلام عليكم.